السلام عليكم شباب. معي واحد انسان رائع كتعرفوه بطبيعة الحال، غني عن التعريف. بونسوار بدر. كتعرفوا بدر، واحد الرياضي كبير متفائل انسان ايجابي، يعني ذو تجارب طويله وكثيره، يقدر يتكلم ويعطينا شي كلمه. شكرا سيدي الرائع. خويا بدر شكرا لك. الشباب سجل الشباب اللي عاد بالي عاد خذ الدبلوم، انت دوزتي تجارب تجارب دوزت انا شو خلص كرساله. شفتوا الناس اللي باقي يلاه بغات تقاتلوا مع الوقت وبغات تسمعوا ديما بوزيتيف الايجابي. فاش تنفع هذا الايجابي ديما التفاؤل؟ فاش ينفع؟ حيت كيقول لك الايجابي التفاؤل غير هضره. فاش تنفع؟ كيفاش غتنفع؟ كيفاش انت كتطبقها في ارض الواقع وكتشوفها ايجابي؟ انا تنصح بها ما تطبقهاش فوالا. ولكن الطريقه باش كتعيش وباش كتفكر واش مثلكاك عايش الحياه قاضي، ولا خصك شي حاجه، ولا خصك شي حويجات، خاص يكون عند الانسان باش يعيش متوازن في حياته. شنو ما الحوايج اللي خاص عندك يكون عند الانسان؟ وانت عطيتني مجلات ديال الاسئله سيدي. عطيني انا نختصرها في كلام اختصر في كلام واحد. يكون عندك صديق بحال بيلي. هذا بلا عائله مثقفه متدينه اسره رياضيه. شحال كنت تريني؟ شحال من عام كنت تريني؟ سيمين كنعرفوا بعضياتنا بعدا تولي الامور. خدمنا التريسيبس بزاف في العصافير في الكونتاكت. نشكروا مصطفى الاستاذ مصطفى الديب من هذا المنبر، وغادي نجيو لعند ان شاء الله نترينيو معاه شي حصه. استاذ كبير صحه حسن. هذه احسن الايام اللي دوزناها في الغرين، في نشوف الصداقه وفي اي حاجه غدت ليا مزيانه كتنفع الصحه وكتخلي الدماغ مزيان هي في العصافير. فوالا بدر تبارك الله باش عجبني، يعني واخا الظروف ديالو تقدر تخليه يبعد من الرياضه ويدير شي حوايج طماع، ولكن بقى متشبت بالرياضه ما كاينش لا بليا لا والو. راه هي الخلاص الانسان زعما كاين ديال تعقل على البيكالات، تعقل عليهم من البيكالات والبحر تجري وكنعوم وكندير الطرياطلون في نص النهار. عرفتي لا فرشك سي ياسين بغا كيبسل عليك. ياسين خويا ياسين تحيه خويا ياسين. المهم هاد النهار جميل، هنا في البولين لعبنا واحد اللقاء يعني صراحه كان اليوم جميل ورائع. الشباب كما تنقولوا خليكم متفائلين وايجابيين وقلبوا على التوازن ديالكم اللي دائما كيتعلق بالصلاه اولا. الحمد لله نشكروا بالعمل اليومي بالمطالعه بالرياضه بالسفر مره لان هذا الشيء كيخليك الانسان يبقى متوازن ويمشي بعيد. بادر بلا يهضر لكم على التجارب ديالو، راه بزاف تبارك الله. انا كنستافد منه واخا صغر مني في السن، ولكن كنستافد منه. عاد الرياضات عاد الهوايات. نتلاقاو بكم حتى نتوما ان شاء الله في لقاء قريب. طولت على المشاهد الكريم، طولت عليهم 3 دقائق شويه صمم. ولكن معنا ان شاء الله ابتسامه من البشمة. يلا اخر كلمه تحيه كاع الدراري اللي عرفتوا انت الاخر. تحيه الدراري سيتي كلوب كريم حرير. صح 20 لا اصحابي خوتي انا 20 كامل اللي كنت كامل. هشام زيد احسن ليكم. عمر السلحاني. سي محمد زيد شكري. قاسم اللي فراسو على الطايره. الناس اللي مشاو كاع الدراري احسن. معاذ زيد معاذ ودي كومبو. يا سلام يا سلام. عبد الغني احسن زيد صحاب كامل تبارك الله. عبد الرحيم تحيا عبد الرحيم دري كامل. تحيا عبد الرحيم وبوبا تحيا. شكرا ماشي. السلام عليكم.